بداية عايزين بقى نعرف من حضرتك ايه اسباب التوتر اللي دايما بتصاحب الامتحانات الثانوية العامة بالذات، يعني تمام. مش اي امتحانات، الثانوية العامة. طبعا بحب اصبح على حضراتكم مره ثانيه وعلى جمهورنا وعلى اولياء امورنا، ربنا معاهم يا رب ان شاء الله النهارده واولادنا في امتحانات الثانويه العامه. هو سبب التوتر في الثانويه العامه عامه بينبع من الاسره، يعني من الاسره نفسها وعاداتنا برضو احنا، ويعني اعتقادنا في ان الثانويه العامه هي نهايه المطاف. هي طبعا الثانويه العامه هي مش نهايه المطاف، هي مضمار احنا بدأناه، الطالب بيبدأه بس بيسابق فيه نفسه بس، يعني أنا عايزة أنجح هسابق نفسي بس، وعايز أبتدي هبدأ مع نفسي بس. لكن إن أنا أعمل ستريس والضغط اللي الأسرة بتعكسه على الطالب هو ده بيبقى سبب التوتر. يعني الأسرة في الموضوع ده هي المحور الرئيسي لانعكاس التوتر ونقل القلق والخوف بالنسبة للطالب. عشان كده بنحس إن الثانوية العامة هي البعبع، هي عنق الزجاجة، فطبعا ده بيعمل ريفلكشن على الأولاد، فبالتالي بيدونا انطباع التوتر والخوف والقلق بالنسبة للطلبة. يعني ده بيبقى نابع من الأسرة نفسها.